صباح الخير يا كيجي، كيفكم يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم يا حلوين درسنا باللغة العربية بحكي عن تقطيع الكلمات، بحكي عن تقطيع الكلمات. اوكي يا حلوين، انا اليوم حضر لكم على السبورة مجموعة كلمات. هاي الكلمات يا كيجي هي كلمة، اي متماسكة مع بعض، يعني مثل كلمة وإحوح الوحل. كلمة وحل متماسكة مع بعض، وكلمة لوز أيضا متماسكة مع بعض، وكلمة ثور أيضا متماسكة مع بعض، وكلمة موز أيضا متماسكة مع بعض. أحسنتم. عشان هيك يا حلوين إحنا حكينا عن مجموعة الكلمات اللي متماسكين مع بعض، شو سميناهم؟ كلمة ولا مقطع ولا حرف؟ أحسنتم، كلمة. أحسنتم يا كيجي. إذن إحنا عنا مجموعة كلمات، وتحت كل كلمة موجود بوكس. أوكي يا حلوين، اليوم بدنا نقطع هاي الكلمات. بدنا نقطعها، شو يعني بدنا نقطعها؟ أي بدنا نخليها مقاطع، من اسمها نقطعها، يعني بدنا نخليها مقاطع، يعني كلمة وحل بدنا نخليها في هذا البوكس، بدنا نقطعها كأنه معانا سكين إلى مقاطع. أحسنتم. وأيضا كلمة لوز بدنا نقطعها إلى مقاطع، كلمة ليمون بدنا نقطعها إلى مقاطع. ولكن يا كيجي في عنا شرط لهذا التقطيع. بداية بدنا ندور على حروف المد الطويل آ أو إي. إذا وجدت في الكلمة مثل كلمات لوز، موجود عنا حرف مد طويل وهو الواو. أحسنتم. إذا كان موجود عنا حرف مد طويل، فإحنا دائما حرف المد الطويل باخذ الحرف مع اللي قبله، دائما حرف المد الطويل باخذ معه بنفس البوكس، حتى لو قطعناهم بضلهم مع بعض، باخذ معاه الحرف اللي سبقه. مين اللي سبقه؟ حرف ال. مثلا هون عندنا كلمه ثور، عندنا حرف مد طويل، برافو عليكم، هو حرف الاو. اوكي اوكي يا كيجي، لما نيجي نقطع هاي الكلمه، كلمه ثور، الى مقاطع، فاحنا شو بنعمل؟ بندور على حرف مد طويل موجود، حرف مد الطويل باخذ معاه بنفس البوكس الحرف اللي سبقه. برافو عليكم. اما اذا كان موجود عندي غير المقطع في حرف، فهو بكون معاه حرف مد طويل، ما معاه حدا ولا اي حرف، فشو بكون؟ في بوكس لحال. اوكي يا حلوين، اوكي يا حلوين. وتاني شرط عنا هو وجود حرف ساكن مع حرف متحرك. كيف يعني؟ مثلا كلمة حب عنا هون حرف الإح عليه حركة الفتحة، وعندنا هون حرف الإب عليه حركة السكون. إذن متحرك وساكن، حرف متحرك وحرف ساكن، هدول بنعملهم يا كيجي كأنهم مقطع واحد، زي كلمة لوز. أنا مش حكيت لكم يا حلوين إذا وجد عندنا حرف من حروف المد الطويل، فهو ما بترك الحرف اللي سبقه وبنحطه بنفس البوكس. برضو نفس الإشي الحرف الساكن، إذا كان قبله حرف متحرك عليه فتحة أو ضمة أو كسرة، فهذا بنسميه حرف ساكن ومتحرك، بنحطهم بنفس البوكس. يعني عندي حرف ساكن وحرف متحرك بحطهم بنفس البوكس. أوكي يا حلوين، جاهزين نقطع الكلمات اللي موجودة عنا؟ أوكي يا حلوين، يا حلوين خلينا نقرأ مع بعض الكلمة اللي موجودة عنا. أو أ و و و و إح وح وح ال
وحل. أحسنتم. أوكي يا حلوين، أول شرط موجود في الكلمة، في عنا حرف من حروف المد الطويل. برافو عليكم. حرف الأو، حرف الأو في قبلي حروف؟ في حرف سبقه؟ لا، فأنا حرف الأو عندي حرف وليس حرف مد طويل. أوكي. وإح عنا حرف ساكن وحرف متحرك، حكينا عنهم إن دائما منخليهم ببوكس واحد. هيني قطعت هاي الكلمة، وح رح يكون في بوكس، ال رح تكون في بوكس ثاني. إذا هذا البوكس بدي أنا أقسمه لاثنين. أول إشي بدي أنزل في البوكس الأول مقطع وح وح، لأنه ساكن ومتحرك فإحنا منعامله معاملة المقطع. وح ال وحل، هينا قطعنا الكلمة يا كيجي، شايفين كيف؟ هنا مركبة عنا وهنا قطعناها. وحل وح ال وحل. أحسنتم. خلينا نشوف الكلمة اللي بعدها. عنا كلمة لو لو إز لوز. أحسنتم. في عنا حرف مد طويل؟ برافو عليكم. حرف الأو. أحسنتم. حرف الأو لازم ياخذ الحرف اللي سبقه معاه داخل البوكس، وإحنا بنعمل منقطعها هيك. برافو عليكم. وأيضا عنا حرف ساكن وحرف متحرك، فأوريدي هم الاثنين حيكونوا مع بعض. لو إز لوز. إذا أنا كم بوكس لازم أعمل؟ برافو عليكم، اثنين. هون بدنا نكتب لو ساكن ومتحرك، إز لو إز لوز. أحسنتم. إذا إحنا قطعنا كلمة لوز. أحسنتم، برافو عليكم. نيجي للكلمة اللي بعدها، هي كلمة إث أ ث أو ثور ثور. إذا عندنا كلمة ثور، في عندنا حروف ساكنة ومتحركة. برافو عليكم. ساكن حرف الأو، حرف الإث، متحرك عليه الفتحة. برافو عليكم. إذا هدول بدهم يكونوا في بوكس واحد، وأيضا هم مقطع لأنه عندنا حرف المد أو. برافو عليكم. إذا رح نقطع البوكس ل اثنين. أول شيء بدي أحط الحرف الساكن والمتحرك والمقطع مع بعض، ث أو إر ثور. أحسنتم، برافو عليكم يا كيجي. نيجي لعن كلمة إم أ ما أو مو إز موز. أحسنتم، عندي حرف ساكن ومتحرك. برافو عليكم، هايهم. وأيضا هم مقطع لأنه في حرف مد طويل اللي هو الأو. إذا أنا عندي بوكسين لازم يكون موجود. يلا، مو مع بعض حرف الساكن والمتحرك ما بيبعدوا عن بعض، وعندنا بدنا ننزل حرف الإز. إذا مو إز موز. أحسنتم. أوكي يا حلوين، هلأ بدنا نيجي لعند هاي الكلمة إم إي مي. إش مش مش إط مشط. أحسنتم. في عنا حرف مد طويل عشان يكون عنا مقاطع؟ لا، برافو عليكم. عنا حرف ساكن وحرف متحرك؟ برافو عليكم. إذا هدول الاثنين مش هيكونوا بنفس البوكس، مش مع الحركات بننزلهم، مش إط مشت. هينا قطعنا كلمة مش إط مشت. أحسنتم. نيجي لعند هاي الكلمة وهي كلمة الأ لا إي لي لي إم ليم ليم أو ليمو ليمو إن ليمون. أحسنتم. أوكي يا كيجي، بدنا نركز بهاي الكلمة. عندنا حرف ساكن ومتحرك؟ أحسنتم، هايهم. حرف ال
مع حرف الإي لي، وهم أيضا مقطع هيكونوا في بوكس واحد. برافو عليكم. عندنا كمان في الكلمة مقطع مد طويل، برافو عليكم، حرف الأو فحياخد الحرف اللي قبله اللي هو حرف الإم. إذا عندنا واحد، عندنا بوكس واحد، هي التاني إن إن. إذا عندي ثلاث بوكسات، أول بوكس رح أنزل فيه حرف الساكن والمتحرك لا إي لي لي، تاني واحد مقطع المد الطويل مو لي مو لي مو إن ليمون. أحسنتم. إذا تقطيع كلمة ليمون بكم بوكس؟ بثلاث بوكسات. ليش؟ لأنه عنا هون أول شيء حرف مد طويل وساكن ومتحرك، وعنا هون مقطع مد طويل مو، وآخر شيء عنا حرف الإن، فبتطلع عنا الكلمة لي مو إن ليمون. أحسنتم. نيجي لعند كلمة نجم. ن إج ناج إب نجم. أحسنتم. عندنا حرف ساكن ومتحرك، أوكي يا حلوين، هيكونوا في بوكس واحد. وعندنا حرف الميم هيكون في البوكس الثاني. إذا عندنا كم بوكس؟ اثنين. ن إج ناج نج نج. إذا حطيناهم مع بعض ليه؟ لأنهم حرف ساكن ومتحرك. برافو عليكم. إم نجم. إذا عندي كلمة نجم. برافو عليكم. خلينا يا كيجي نقطع هاي الكلمة كلمة إم إي مي المل إح ملح. أحسنتم. عندنا حرف ساكن ومتحرك، إذا حيكونوا مع بعض هاي البوكس الأول والثاني لحرف الإح مي ال مي ال إح ملح. أحسنتم. إذا كلمة ملح تقطيعها مل إح ملح. أحسنتم. أوكي يا حلوين، عنا كلمة حب حب الحبل. في عنا موجود حرف ساكن ومتحرك. أحسنتم. هيهم، إذا رح أحطهم في البوكس الأول لأنهم هم إجوا أول. حائب متحرك وساكن الحبل. إذا تقطيع كلمة حبل حب الحبل. أحسنتم. أوكي يا حلوين، هلأ يا حلوين عنا كلمة اكو كو ار كر كر سي سي كر سي. عندنا حرف ساكن ومتحرك. أحسنتم. كر أي متحرك وأيضا ساكن. كر حيكون في بوكس لحال. في عندنا هون مقطع، أوكي مقطع مد طويل، برافو عليكم، لأنه موجود عندنا حرف الإي إس إي حيكونوا مع بعض. ليش؟ لأنه حرف المد الطويل باخذ معاه الحرف اللي سبقه. إذا كر سي كرسي. أحسنتم. نيجي لكلمة اقي قي ار قر اد قرد. أحسنتم. في عندنا مقطع ساكن ومتحرك. أحسنتم. هيهم، إذا بنحط اق ار ساكن ومتحرك مع بعض، وحرف الدال اللي حاله في بوكس تاني لأنه ما معه حدا. إذا قر اد قرد. أحسنتم. نيجي لكلمة ام او مو اف موف تا مفتاح اح مفتاح. أحسنتم. نبلش بأول حرفين، عندنا ساكن ومتحرك نتأكد. برافو عليكم، عندنا ساكن ومتحرك. إذا بدي أنزل حرف الام مع الاف مع حركاتهم في بوكس واحد. موف موف موف. عندنا مقطع مد طويل، برافو عليكم، هي حرف الا. حرف الا حياخد حرف الات ولا حرف الاح اللي سبقه ولا اللي لحقه؟
برافو عليكم اللي سبقوا. إذا تا مع بعض مقطع تا، برافو عليكم. بضل عندنا حرف الإح بننزله في بوكس لحال. إذا مف تا إح، مفتاح. أحسنتم. بتمنى يا كيجي إن عرفنا إنه مقطع المدود الطويلة اللي بيكون فيها آ و إي باخذ الحرف اللي سبقهم، الحرف اللي سبقهم بكونوا بنفس البوكس. أوكي. أما الحروف أو المقاطع المتحركة مع الساكنة هي بتكون ممكن تكون كلمة عادية مثل كلمة حبل ما في عليها أي حرف من حروف المد الطويل، ما في موجود لا أ ولا أو ولا إي، بس عليها حركة السكون، ممكن الفتحة أو الضمة أو الكسرة سابقيتها، فهاي بنحكي عنهم مقطع وبننزلهم في بوكس لحال. بتمنى يا كيجي إن عرفنا كيف نقطع الكلمات، وبدي منكم نقرأ الكلمات حسب تقطيعها. يعني لما بتقرأوا مع بعض هدول الكلمات وح ال وحل بكون عليكم أسهل. شوفوا هون، لو إز لوز، ثو إر ثور، مو إز موز. مثلا هنا كلمة مش إط مشت، لي مو ليمو، إن ليمون. عندنا هنا كلمة نجم نجم. أحسنتم. أوكي يا كيجي، عندنا هنا كلمة ملح ملح. أحسنتم. وعندنا هنا كمان كلمة حب الحبل. أحسنتم. وعندي هنا كلمة كر سي كرسي. وعندي كلمة قر إد قر. أحسنتم. عندي كلمة مفتا مفتا، إح مفتاح. إذن التقطيع يا كيجي بيساعدنا على القراءة الصحيحة بشكل صحيح. بحبكم كتير. باي باي.